وفيما يتعلق بجهود البناء والتنميه فقد اكد الرئيس السيسي ان ما تم تحقيقه هو مجرد خطوه على طريق بناء المستقبل وبناء الجمهوريه الجديده التي تحظى كرامه المواطن وتوفر له افضل الظروف المعيشيه. الطريق ما زال امامنا طويلا وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والامني هو مجرد خطوه على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهوريه الجديده التي تحفظ كرامه المواطن المصري وتوفر له افضل الظروف المعيشيه